عسلامة. عسلامة أختي. لاباس. الحمد لله، إن شاء الله رمضانكم مبروك. ولو إنه توا قرب العيد. محمد من تونس العاصمة وحوازة، عمري 40 سنة. جيت نعمل في دورة صغيرة لهنا، بالصدفة تقابلت معكم. مرحبا. أنت كنت مقيم بالخارج؟ كنت مقيم بالخارج. من وين تحديدا؟ والله درت، عشت في إيطاليا، عشت في فرنسا، عشت في سويسرا، وفي الأخر سكاليت في بروكسل مدة بريسك 12 عام عديت. روحت 2014، حليت بروجي صغير في الحومة، قهوة معناها. حبيت الوالدة والوالد كبرولي بحكم زوز اخواتي لبرا، وانا معناها الكبير في بالنا باش نستقروا، ما ساهلش ربي. جيت 2014، ايش خرجت؟ خرجت اخر 99. اي انا قلت لك انا في 19 سنه. اي في 19 سنه عمري مشيت، خرجت بالتجيه من هنا. كيفاش؟ خرجنا حارق، حركة. ايش كانت وقت الحرق؟ مشيت بلاش. ليش؟ انا مشيت بلاش. نبيع في الياسمين قبل هنا، انا بحر صغري عديت و تعرفت على النسبية وكتبت لي وقت مشيت صغير قلت لك. وكفت عديت، عدينا وجا له مومو معناها، هزيت راسي كيف القنصلية ضرب ورفرف وقلبي وجعني وقلت نروح. ويا ليتني ما روحت. انت توا نادم؟ نادم لكونه حاجة بركة اللي مصبرتني الوالدة والوالد يعني. تفضلهم. ونلقى لو ماكسي مانيش عارف انا شنو، نجنح ونطير نهزهم ونرجع. انت تغربت وتعرف شو معناها غربة وتعرف شو معناها قيمة بلادك. اكيد تغربت صغير ونعرف الكبيرة والصغيرة ونعرف الباهي والخايب وانا قلت لك الدنيا بلادنا ماهيش خايبة، بلادنا باهية، بلادنا الطبع تبدل بتاع الناس بتاع العائلات بتاع 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 انا قلت لك الطبع بتاع الانسان تبدل في تونس. التونسي كان عزيز، سطر عليك، التونسي كان، انا غلطت، انا عشت في مامو غاديك، التونسي صدقني يتحط فوق الراس. اي يتحط فوق الراس. توا انا نسمع وعندي اخواتي عندي باب كونتاكت معناها وبحكم الفيسبوك والانترنت هاك تشوف التونسي غاديك تاعب بالحق، تاعب معناها كل سوا بوراق ولا من غير وراق، ديما مانيش عارف، ديما يغزلوا العنبار، ديما يغزلوا اللوت. علاش؟ متطوره ورجع لتو، متطوره ورجع لتو، مربوطه هي، مربوطه برشا حاجات، بالجيل اللي طلع توا وبالدبلومه وبالسياسه اللي في بلادنا وبرشا حاجات. اللي كنا نحن توانسه راه صدقني يعني قلت لك 20 سنه غاديك التونسي حتى بلاش اوراق وصدقني قل من سفير غاديك. كسوة معناها يخدم حلال، يخدم حرام، يخدم كذا. متطور ديفيرون تبدلت. نرجعوا لبلادنا، هاك تشوف البليبار تحب تمشي، عائلات وتو تشوف، وخو القلعة معناها غير يخرج رمضان، وتو تشوف شنو اللي باش يصير في الربيع وفي الصيف. صدقني كي ما تفوتش النسبة 80% عباد ماهيش باش تبقى في البلاد. شيء ياسر اصلا معناها ايطاليا اعلنت حاله الطوارئ. بو ايطاليا هي اسكال، ايطاليا من قبل، ايطاليا استنى اسكال معناها، وهما يتكلموا باللي حاله الطوارئ حاله كذا، وهما عندهم الانسانيه معناها. فلوس البحر باش يجوا يخرجوا وخير من توانسه وخير من اللي معناها الليبيه وخير من معناها كيما نقولوا الحدود اللي هما دايرين بينا ستار، فهمني، يخرجوا يعاونوا ما عندهمش الراسيزم ويوصلوك لبر الامان. ومن بعد هكا انت وشنو اتجاهك فهمت؟ اما انا نحكي لك على تونس تو، على بلادنا، ما ثماش حاجه تشجع بالنسبه للشباب تو. ما ثماش تاثير، الناس الكل في مخاخه، الهربه 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 الهربه. ما نلوموش على الصغار، نشوفوا عائلات، نشوفوا لي كوبل، نشوفوا ناس هزه صغارها. أنا شال العقبة خير في بلادنا، هذا شو نقولك، شال العقبة خير. أنت اليوم نادم؟ بوم
مش نادم، انا راني روحت راني قلت لك على باز حبيت نستقر في بلادي. روحت عندك الاوراق و روحت عندي كارت سيجور، معناها نمشي ونجي بها. روحت 2013 بقيت سي موا، عملت ان بتي بروجي فهمني، انا خويا شركه فهمني قهوه حومه شعبيه وكذا. بروجي مازال قائم؟ لا مازلت قائم، انا هذاك علي هذاك يعني وقف علي فهمت، نخدم ونسقط منه انا والعائله. لكن باش ندخل في موضوع بموضوع، حبينا نزيد مع الاستقرار العائلي بال بال بالزهر، ما 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 كتبش المكتوب، ما عنديش زهر بال. خطبت 3 مرات وما سهلش الله فهمني، ما سهلش الله. يوكو كان استقريت، كان معناها واحد عمل بتي فامي وواحد، اما توا بول ناستون سنجل فهمني كيما هكا بالحق ما كذبش عليك. معناها سي ساران جور على قريب نرجع نرجع اوراقي بالحق بالحق. معناها تخمم انك باش تعرف؟ اي اقصد تو كان انا معناها نحكي لك الحمد لله مستوره، معناها عايش بو مانيش كل عايش عايش، معناها قادر نوفر روحي ولا العائله. وغزل فاش نخمم، ما في بالك ناس بطالة فهمت، ولحسن العون وكاو ربي جرى على خير بلادنا. بلادنا هني قلت لك بلادنا لو الناس جت تحب بعضها وجت شو نقول لك، نرجع ديما هو السيس الكلمة والسيس الطبع. طبع التونسي تبدل، ما كانش التونسي هكا، التونسي كان بالحق يقولوا قبل التونسي رحمة، بالحق التونسي رحمة حتى في العائلات جا هك مش نسلك حتى سؤال بسؤال، هك تشوف انت في العائلات، جا هك تشوف انت في العائلات، يعني الدارة مازال تمشي معناها الفاميليات لبعضها، مازال تسأل على بعضها جيس فيسبوك وميسنجر و هلوش احوالك ولا عيدك مبروك مو غادي الغادي والسلام. يعني انت ماخذ قرار انك باش ترجع؟ خممت فيه برشا، خممت فيه برشا وسي ديسيزيون خديتها، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السنه. ما 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 انا راني قلت لك ديما في 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 مخي الوالد والوالده، ان شاء الله ربي يطولهم واني قلت لك هما اللي ربتيني. باقي راني انا عندي دو زون معناها تالي ولا تروا زون راني رجعت توا صحيح، حتى هما بدو يشجعوا كان مو عقليتي ما عادش تعبت نفسانيا مع كان نفس ما ناش في نفس الكاركتير ما نفس بعد 20 سنة حتى تأقلم في بلاد تعبت عادي توا داخل في 8 سنين ونص ملي روحت مش فهمتني الناس، ما نمشي كيفاش شغلك، نمشي الناس تحكم بالقيل والقال ولا ما فهمتش كيفاش. انا قلت لك نرجعوا للطبع التونسي، ان شاء الله الناس تحب بعضها وكاو يا ربي بجاه العواشه، ان شاء الله الناس كل تحب بعضها وتحب الخير لبعضها، وهذا ما نطلب من ربي. هذه لي كلمه الختام، ان شاء الله عيدكم مبروك وربي يوفقكم فهمني، وان شاء الله تونس من حسن الى احسن.